القطب الجامع، البحر الخضم، الشيخ العارف بالله تعالى، إمام الأئمة وقطب الأقطاب، أبو محمد مولانا عبد السلام بن مشيش الإدريسي الحسني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أصل الطريقة الشاذلية، هو في حد ذاته سر من أسرار الله تعالى، إذ لم يترجم له أحد ممن عاصره، ولم يعرفه ممن عاصره أحد إلا تلميذه الوحيد الأوحد الإمام أبو الحسن علي الشاذلي. ومع ذلك فإن من أسرار هذا البلد ومن أسرار هذا العارف الكبير أن الله سبحانه وتعالى جعل مفهومه للمعرفة، ومفهومه للطريقة، ومفهومه للتصوف ينتشر في كل بقاع المعمور، من طريق واحد هو طريق تلميذه الإمام أبي الحسن مولانا علي الشاذلي المغربي المولود بقبيلة الأخماس والمتوفى قرب مرسى علم بمصر، حيث ضريحه معروف ومشهور إلى يوم الناس هذا. ووراء كل هذا إمام المغرب وقطبه الشهير مولانا عبد السلام بن مشيش، والذي يعد الإمام الشاذلي كما يقول العارف بالله أبو الربيع مولانا سليمان الحوات الشفشاوني قدس الله سره، يعد الإمام الشاذلي نقطة من بحره رضي الله عنه. علاقة الإمام القطب الكامل مولانا أبي الحسن علي الشاذلي رضي الله عنه مع شيخه القطب الكبير مولانا عبد السلام بن مشيش رضوان الله عليه كانت علاقة بعث لروح المعرفة الحقة الكامنة في الخروج من دنيا الظاهر إلى عوالم الباطن، تجسدها حقيقة الصحبة، خمول ذكر لمولانا عبد السلام رضي الله عنه الذي لم يكن يلجأ إلا إلى الله سبحانه حين قال قدس الله سره: اللهم إن أقواما سألوك إقبال الخلق عليهم وتسخيرهم لهم، فسخرت لهم خلقك فرضوا منك بذلك، اللهم إني أسألك إعراضهم عني واعوجاجهم علي حتى لا يكون لي ملجأ إلا إليك. من أجل ذلك لم يكتب عنه أصحاب المناقب والتراجم والمؤرخون، وأكثر كتب الطبقات أغفلت، وذكره قدس سره لا يوجد إلا عند من أرخ لتلميذه الإمام مولانا أبي الحسن الشاذلي رضوان الله عليه، كابن عطاء الله السكندري في لطائف المنن، وابن الصباغ في درة الأسرار، وعبد الله بن أسعد اليافعي اليمني في نشر المحاسن الغالية، وابن عباد المحلي في المفاخر العلية وغيرهم. وما عرف من مولانا عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه إلا صلاته المشيشية وتربيته للإمام مولانا أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه، الذي يعد كما قال بعض الأكابر درة في عقود نحره قدس الله سره. سلطان الأولياء وقطب الأقطاب مولانا عبد السلام بن مشيش الإدريسي الحسني دفين جبل العلم، هذا القطب الذي قال عنه الإمام الكتاني: إنه لا يوجد ولي من الأولياء حيا كان أو ميتا إلا وهو مستمد من روحانيته ومن مشكات أنواره. ومعلوم أن مولانا عبد السلام بن مشيش ترك نصا واحدا وحيدا وفريدا
لكنه لروحانيته العالية ترجم إلى كل لغات الدنيا، ولا زال عبر التاريخ إلى يومنا هذا يتلى في كل بلاد العالم. وقد وقفنا على أحباس كبيرة في جبل لبنان في بيروت، يعني خصصت لمقامه الشريف، وهذا دليل على تعظيمه وعلى محبته واعتباره من الرموز المرجعية في التصوف الإسلامي. إضافة إلى ذلك تلميذه أبو الحسن الشاذلي الذي ينتمي إلى قبيلة الأخماس شمال المغرب، الذي يقال إن طريقته نسخت كل الطرق كما نسخت الملة المحمدية سائر الملل والنحل التي كان قبلها. ومما هو معلوم أن الشاذلية هم خلاصة الخلاصة ولبابة اللبابة، كما قال الإمام السلماني لسان الدين بن الخطيب في كتابه روضة التعريف بالحب الشريف: إذ هم السالكون بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله. لما أخفى الحق تعالى مولانا عبد السلام بن مشيش قدس الله سره في عالم الشهود، جعل تلميذه كما يقول أحد العارفين بدلا عنه في عالم الظهور العياني، فكان التعريف بالتلميذ شرحا لماهية الأستاذ في الحقيقة وخاصيته، ولا سبيل إلى تصورها للتصديق بها إلا من تلك الطريقة، إذ لم يثبت أن أحداً لقيه سواه أو أن لأحد حديثاً في حقه عن غيره رواه. لذا نال الإمام مولانا أبو الحسن الشاذلي وهو الوحيد الذي ورث شيخه مولانا عبد السلام ما ناله من المعرفة، فكان هو الشرح، وكان في نفس الوقت الشارح لحقيقته والدال عليه، حتى صار كأنه هو بعد رحيله قدس الله سره. يقول الإمام مولانا أحمد بن عطاء الله السكندري رضي الله عنه: لم يختلف في قطبانيته ذو قلب مستنير ولا عارف بصير، جاء في هذا الطريق بالعجب العجاب، وشرع في علم الحقيقة الأطناب، ووسع للسالكين الرحاب، حتى لقد سمعت الشيخ الإمام مفتي الإسلام تقي الدين محمد بن علي القشيري رحمه الله يقول: ما رأيت أعرف بالله من الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه. يقول مولانا أحمد بن محمد بن عباد المحلي الشافعي المتوفى بعد سنة 53 للهجرة في المفاخر العلية في المآثر الشاذلية: الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه لما قدم من المغرب الأقصى إلى مصر صار يدعو الخلق إلى الله تعالى، فتصاغر وخضع لدعوته أهل المشرق والمغرب قاطبة، وكان يحضر مجلسه أكابر العلماء من أهل عصره كمثل الشيخ سيدي عز الدين بن عبد السلام، وكالشيخ سيدي تقي الدين بن دقيق العيد، وكالشيخ سيدي عبد العظيم المنذري، وكالشيخ ابن الصلاح وابن الحاجب وغيره. الإمام الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي قال العلماء فيه هو في المتأخرين كالإمام الجنيد رضي الله عنه في المتقدمين، وطريقته هذه هي طريقة الأولياء على الخصوص لما اشتملت عليه من علم ومعرفة ومن آداب العبودية ومن هذه الصفات الكريمات التي ذكرها العلماء في أوصاف أهل الله وأوليائه الصالحين. الإمام أبو الحسن الشاذلي الذي انتشرت طريقته بين العلماء
في العالم الإسلامي، فنجد أن أهل سلسلته كانوا كلهم أئمة كبارة، وكانوا علماء أجلاء. وأول من أدخل هذه الطريقة إلى بلاد الشام الإمام شيخ الإسلام تقي الدين السبكي، الذي تتلمذ وصحب الإمام ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه صاحب الحكم، إلى زمننا الأخير الذي دخلت فيه الطريقة الشاذلية عن بعض علماء المغاربة جزاهم الله خيرا، ومن أولئك العلامة الجليل الشيخ محمد ابن يلس التلمساني، والعلامة الجليل المحدث محمد ابن جعفر الكتاني. نعم، ومنهما انتشرت الطريقة الشاذلية في بلاد الشام، وانتشرت فروعها بعد ذلك في أكثر بلاد المشرق بواسطة أولئك العلماء الأجلاء الذين وفدوا من بلاد المغرب رحمهم الله تعالى وجزاهم الله عنا خير الجزاء. انتشرت الطريقة الشاذلية في الدنيا انتشارا واسعا كبيرا، وامتدت امتدادا روحانيا هو غير امتدادها المادي، فقادت بروح شيخيها الكبيرين قطبا المغرب كما سماهما الشيخ شيخ الأزهر الدكتور سيدي عبد الحليم محمود. أقول قادت الناس بنفس المسلم الذي لا ينقطع عن نبيه بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا تبرز الصلاة المشيشية بكل خباياها وكل أسرارها وكل حقائقها، إذ يجعل المريد الشاذلي مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثله الأعلى، يعيش بين يديه في كل وقت وحين، كما كان حال الإمام الشاذلي رضوان الله عليه. فتحقق الشاذلية بحقائق التوحيد والتوكل والمعرفة، وتحققوا بالعبودية والطاعات والورع والزهد واليقين بالله، سموا إلى معارج للروح تتسامى بازدياد الإنسان في القرب من الله عن طريق الاستقامة. أما الإمام الشاذلي طريقه في الفضل واضحة لعين المهتدي، فانقل ولو قدما على آثاره، فإذا فعلت فذاك أخذ باليد. قطب الزمان وغوثه وإمامه، عين الوجود لسان سر الموجد، شاد الرجال فقصرت عن شأوه همم المآرب للعلا والسؤدد، رضي الله عنه وأرضاه. الطريقة الشاذلية حلقة الوصل وقنطرة أصيلة مهمة ثقافيا وروحيا ودينيا بين الشعب المغربي والشعب التركي. حينما نركز في تاريخ الطريقة الشاذلية نطالع أن الطريقة الشاذلية مرتسمة بثلاث فترات. الفترة الأولى دخول الطريقة إلى أناضول في القرن السادس عشر بيد علي بن ميمون. هاجر من دمشق إلى مدينة بورصة وأقام فيها 6 سنوات، ثم رجع إلى دمشق واستخلف مكانه على سجادة الإرشاد الشيخ عبد الرحمن صوفي زادة وهو خليفته. ثم نطالع أثرا آخر للطريقة الشاذلية في القرن السابع عشر ميلاديا في مدينة أورفا، حيث أنشأ الشيخ
علي دادا تكية للطريقة الشاذلية زاره فيها السلطان مراد الرابع أثناء مسيره إلى حرب الصفويين في بغداد، ونشئت أول علاقة بين الطريقة الشاذلية والدولة العثمانية في زمن السلطان سليم الثاني على طريق شيخ الطريقة البكرية الشاذلية شمس الدين محمد البكري، والذي كان أول من أدخل الطريقة الشاذلية إلى إسطنبول أعني عاصمة الدولة العثمانية. أسرار القطبين مولانا عبد السلام بن مشيش الحسني المغربي رضي الله عنه ومولانا أبي الحسن الشاذلي الحسني المغربي قدس الله سره تتجاوز حدود الزمن وحدود المكان لتعرج بالدارس لهما إلى عوالم الروح والأنس والقدس. يقول بعض الأكابر إن آخر ما يخرج من قلب الإنسان الذي يسير في معارج القدس هو حب الرئاسة والنفس، فإذا سقط كان المرء ربانيا، وهذا ما كانت تدعو إليه ولا زالت الطريقة الشاذلية بكل فروعها وستبقى إن شاء الله تعالى. يقول ابن بنت الميلق قدس الله سره لو قيل لي من في الرجال مكمل لقلت إمام الشاذلي أبو الحسن، لقد كان بحرا في الشرائع راسخا لا سيما علم الفرائض والسنن، ومن منهل التوحيد قد عب وارتوى، فلله كم أروى قلوبا بها محن. Thank you.